كثر هذا الجو هذا لعب معنا مزيان هذه الايام هذه. المهم صباح الخير عليكم بعدا. حنا راه في شهر 8 دابا حبس خون في كازا. كي داير الجو عندكم نتوما؟ وانا اليوم جيت للعياده ديالي. العياده ديالي كاتبه بسميتي حمزه. حمزه دكتور المحاسن ترى حمزه بس قاعد اقول عيادتي يعني عيادتي المفضله فهمت. جيت العياده دام انكم عارفين انهم عندهم اشياء ثانيه عندهم تجميل وكم شغله. ايش في قاعد طالع لي؟ ايش في الحين انت مستانس بهالجو صح؟ اوكي خلاص لا من بعيد من بعيد خلاص خليني اكتب بس اسمه شكله. والله ما تحب شكله بالله كذي خلاص والله يقول يحب شكله عادي صرا حقك هذا. هلا 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 السلام عليكم. ارحب ارحب يا عمر ارحب ونعم فيك. شو اخبارك؟ والبقى البقى ايوه البقى تقاو 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 وها هالغطره والعقل درناها خاصنا فلوسهم. دور مع اخوك غطره والعقل درناها في كاشر. كاشر في كاشر احنا عارفين شنو كاشر عندنا احنا. كاشر هو الكاشر ناكله مرسدي المهم ما تعرفوش. المهم ايش رايكم؟ سال عجيب. ايش رايكم؟ والله كذي والله تخيل والله في ناس يطلعون كذي؟ اي لا لا مع الك... لا ما انا قاعد اقول لك مع هذا والكاجوال ما في؟ تقهوى يلا نتقهوى. حياك الله. حياك الله. تقهوى يا هلا يا اخوي. يا هلا يا اخوي. يا هلا يا هلا يا هلا. هي الصواني قالت لك اختاري وحده ديها معك لدارك. انا بغيتهم بثلاثه في الصراحه. قلت لك شوفي اللي بغيتي ياك ماجده. ها هذه ديال جدي. هذه راني نشوف نوريها. هذه ديال الثلاثينات. راني 30 عام عندها. والثلاثينات ملي كانت يلاه بدات الدنيا ب 30 عام. ضربوا لي بس صافي هي ديك لوزين ديالها. ها شوفوا ها انتم اخوتي الطابع اوريجينال. ماما انت وحده عطيها لي وحده خليها لماجده. صافي. السلام عليكم. بغيت ندير لكم واحد الانبوكسين خفيف ظريف. هادو كنت مكومونديهم شحال هادي ويلا وصلوني حيت كانوا غير بشغل الستوك. هادو ديما 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 ما كيبقاوش حيت خطيرين بزاف سورتو هاد الجوج. هذا فيه بحال الريحه ديال هتصايب معكم سورتو الناس اللي غيمشيو من عندي. فوالا هي هادي اخوتي هي هادي. راه ما يمكنش هادو ما يمكنش تمشي وحده في هادو وما تعجبكمش. خطيرين ما يمكنش خطيرين بزاف لدرجه ملي شميتهم ما نسيت هذوك ديال ابراهيم القراشي زوينين. بصح هذا اللي كيدير لي الاشعار هذا زوين. هذا قال لك مزيان الشعر. هذا ديال الشعر ديال وجهك كيفاش داير كيديروا ليه هكا؟ كدوبيه ولا كدوبيه في مقله؟ ولا في مقله ماشي في مقله. فاتك بامار كديري يمكن هكا في نيفيا ولا شي. دابا كيسولوني قولوا لي عادي شنو كتجيك حيت كنتلفهم مره كنصور ماما مره انت. هانتوما هانتوما باش ما يضربوش راسكم. راها ماما مريم عندها ثلاثه. عندها اللي ولداتها واللي رضعاتها واللي رباتها. صافي صافي. مريضة كنت مزكي كنت مسقى الموسيقى القرآن كنح الموسيقى. حتى ما كنت صعيبة 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 ما قدوش علي وحدة. كانوا ثلاثة بحرقة الدين عليها وكان شي وحدة أربعة اللي تركبها ما لقيناهاش. سلم علي أنا آخر وحدة راه جاية الأولى. فين راجل؟ راه مشيتي سلمتي عليها؟ لا لا حصلت يا سمعتك قالت لك ماما سعاد تسلم على مريم تي راه راجي الاولى هادي هي وخاصني ترى جاوي دابا. اي اجاست ميت يو اند ذيس از كريزي. ياسين فراس كورونا دخل لكازا. صحابني كانت فله الاخوه كاين شحال هذيك البيضه كوافر ممتع. تمام تمام ماشي كازان تمام تمام داي 3 والاخير. دابا بزاف منكم غادي يقول داك البلان ديال الاور داز 3 ايام وباقي ما صبرتيش شعرك. هاد اللون اللي بغيت ندير كيقتل الجلده دونك الا درتيه في نهار هادشي كامل درتيه في نهار اجي جي جي, جي عندي سربي. الا درتي هاد اللون اللي بغيت في نهار شيطره الجلده غتمشي الجلده غتمشي غتمشي. اوا احبابي اللون دابا اختاريته
سبغناها بجوج بالغاز. تسناو اللون اليوم غادي تشوفوا 100% اليوم. هادشي هاد تويتر طلع لي فراسي دابا انا هاد الايد مضرب بها الشعر باش ميبانش. حقاش دابا صبغت شعري وكنحسن يعني تسناو الصورية ديال اليوم غادي يبان لكم في شعري غيزيطا فينال. شوف واحد الفاصل غنائي من البلاي ليست ديالي. واو الرضا واعر. لا ولا واش انا كنحمس ونجي نجيب الخبير اللون اصلا بقات لك 10 دقائق باش بين اليوم اللون. لا ما بغيتش خويا اكسكلوزيف حطيت لكم انا غير وزهواني ويلي ويلي انا على زماني لحيت لي بغيت انا ماشي هادي ويا بكل الكوبا غتشوفوا شعري شوف لا فامي الله كدابا لايف وريتكم ديجا الناس ديال اللايف شافوا اللون دونك دابا نتوما تشوفوا اللون اللون ساليتو صبغتو بالكري كاينين شي ناس قبل شحال هادي عرفوا انه الكري دونك اللون هو الكري عجبني انا بزاف حقاش ديجا جربت الزرق والاحمر ودابا جربت الكري شوف انا ساتيسفاي 100% انت بعد مني انت بعد مني نهايه الكولابوراسيون الى اللقاء شكرا بالمهير ستايل احسن صالون في العالم شكرا مع السلامه كي دابا عثمان عرفتي باش كنحس باش كنحس انني حللت فلوسي على اساس انك تخلص الكولابوراسيون راه ملي خلصت كنت كنخلص شويكه باش عاوتاني ما كنتش كنخلص والو انت عثمان خلص عليا حتى نعطيك فلوس وانت فين عمرك خلصت وحده باش تعطيني فلوس اصلا عاوتاني كنت كنخلص عاوتاني كنت كنخلص شويكه الله يخلف عليك السي عثمان صحتك السريعه نرد عليك ساعه الخير ان شاء الله ان شاء الله اي ما كرهتش ماك فليري الله يرحم باك زعما الا بغيتي اتمنى صافي علاش خلصتي اتمنى علاش اتمنى صافي قلت لك ما تخلصش صاحبي لا والله ما تاخذ عنده لا اتمنى صافي لا صاحبي لا كتفتخ فيه ولا لا اتمنى صاحبي لا عمر لا صاحبي لا راه داك يغوت عليا قال لي علاش حطيت اليوم اللون راه كاع ما حطيت اليوم من اللون اصلا انت ما حطيتيش ياك لا ما حطيتوش ها نقدر نحطو بلا ما سكتيش لا دابا انا كنختارو انت احترمني صباح الخير يا الغالي عسى دايم صباحك خير تركت الناس واشغالي لانك يا بعدهم غير يا ليتك دايم كبار ولكن جايين مسكين دابا ما كاين لا مزيكا لا والو فاقوا هاد الجوج دبرنا عليها
وانا بارك في الدار كنقلب تصاور شي تصويره زعما نلوح عليكم اليوم ما لقيت حتى تصويره كل شيء سالا ليا دونك قررت انني نخرج من الدار ونتصور في نظركم فين غنجي شوف فين جيت نتصور فوق العود مع البحر ومع عبد الله المهم التصويره غتكون بيرفيكتو I'm at a party I don't wanna be at And I don't ever wear a suit and tie Wondering if I can sneak out the back المهم الناس اللي ما عارفينش غدا عندي طيارة فين كيفاش هادشي كامل غادي تعيشوا معايا غدا دونك ستوريات ديال غدا غادي يكون فيهم الحماس الحماس باش تكون ناعس في الدار وتخرج على قبل باش تصور تصويره حقاش كنقلب كنلقى او ما عندي حتى تصويره ما يمكنش انا غدا مسافر غدا مسافر فين في مسافر كيف هاجي ما قلتي لنا والو انا وياك مخلوقين حتى نعيش بالجنة هاي القاع مو إلنا حتى نعيش بالجنة Hehehehe